عملية الترميم نشوف ان احنا طبعا نسترجع العناصر التراثية فيه. هذا المبنى عاد اللي هني على يسارنا هو مهيئ لغرض ما، كان مهيئ لسكن فنان، فهم مهيئ يعني للسكن يعني، ولكن البيت ممكن يتأقلم على حسب احتياجات المستخدم يعني. بس هي فقط كنموذج ان كيف مبنى يمكن هاي يكون شكله، ممكن مع ترميم كيف تكون النتيجة، وطبعا في جميع الاحتياجات اللي يعني المطبخ والمرافق الصحية كلها. عندنا احنا في الهيئة هني مكاتب في المحرك، شغلها الشاغل هي الأعمال الترميم، وفيها مختبر مختص لتعامل مع الخلطات اللازمة اللي تتأقلم مع بيئتنا. فهذه كلها نماذج مختبرية في المختبر اللي عندنا، يعني لما تشوف انت مثلا هاي خلطة كذي تكون تحت الملوحة والرطوبة والحرارة، كيف تتعامل مع هذه، فيبين لك انها عينة غير سليمة تحتاج تطورها في الخلطة.